يا حرام يا حرام يا حرام. لعن عرضه العرضه جت لعن اختها يا زلمه. ايش فيها؟ تخرب بيتها يا زلمه. ازعجني. اصوات صوتك وات صوتك جارنا عبد الله بزعج جارنا كمان. صار ساعه بدك اصوات صوتك جارنا جارنا عبد الله. لا لا منك لجارنا اسمع. هلا ابصر ابصر ليك تعال بدون صوت والعب وسط لا تلعب انانية. ايه لباص يا جحش لباص. باص 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 يا زلمه. وطي صوتك وطي صوتك. الله جارنا بسمع يا زلمه. الله جارنا بسمع. لك لا تخيل اغلط فيه لعنا. ما تخيل اغلط فيه. لا العبها عليك العبها سوا يا زلمه. ايش بقول له؟ تعالوا جارنا بيا بس. ما بصير نزعل الجيران بهالليل الليل يا محمد. ما بصير نزعل الجيران بهالليل. ماما ما تقدر تقدر. بسم الله اللهم الله. ما تقتل ما تقتل هالجار الزفت. خينتو ما بتناموا لا بالليل لا بالنهار لا الصبح لا المساء. شو عم يصير معكم خينتو؟ تركونا ننام وبوس ايدكم يا زلمه. شو بدك جاي؟ خير ان شاء الله؟ لا اله الا الله. شلون شو فيك؟ شلون شو فيك؟ عم تخبطوا عم تسهروا عم تعيطوا؟ شو عم يصير معكم؟ بس بدي افهم. شو هذا الخبيط هذا؟ خلص تقام عينك حقك على راسنا. يعني لا بتخلوني لا الصبح انا لا بالليل. ايمت الواحد ينام؟ ايمت الواحد بخلص هيك منكم شوي؟ خلص تقام عينك تقام عينك جاي. خلص هلا بنوطي صوتنا وخلص روحنا. يا زلمه وطوا صوتكم اخينا. لا فهمنا يا جاري. خلص فهمنا. واحد مره واحده بيحكيها مرتين. خلص فهمنا. خلص تكرم عينك على حقك على راسنا. بسم الله ما نعمل ابيض يا اخي. بيخ بيخ ما حبيته. شو صار معك؟ خلص بنوطي صوتك. خلص خفيتها. ايه خلص خلص. خلينا نقعد نحكي عادي. خلص عيدنا. نعم عشان شفت ناس زنخي بس مثل الجار زنخ ما شفت. لك لا ولو هو كمان لك يا اخي ما معه حال. كمان ما معه حال. لسه الساعة 9 واحد نام الساعة 9 يا زلمه. ما طقته ما طقته ما ضمته يا رجل. الساعة 9 واحد بنام. الساعة 9 الساعة 1 بفتح عيونه في الساعة 9 مشان يسهر. الساعة 9 بنام. الساعة 9 بنام وين ما في طيب؟ 29 هداك نام الساعة 6 نايم. كثر ما هو بايخ وزنخ. شبك محمد؟ شبك محمد خير كمان؟ شبك اليوم كمان متضايق؟ منين تيجي الخير؟ منين؟ خير شو في؟ كمان خسرت بالشغل خسرت كمان. الله بعوضك. خلص خسرت خسرت الله بيعوضك. ايش بدك تساوي؟ بسم الله. مو المشكلة، المشكلة انه هدول مصراتي خلصوا، هدول مصرات العالم اللي تدينته كمان خسرت فيهم. تنحل تنحل الا يجي يوم وتنحل يا محمد. بسم الله. يا رب كيف شيلنا من المسخرة يا رب. طول بالك تنحل تنحل ان شاء الله تنحل. ابو عزاب؟ يا ابو عزاب؟ عايف وسخ هون ورايح؟ وينكم رايح؟ وين هذا كله؟ خلص تغطية. ظهرهم شو رسالة؟ شو؟ وانا كيف فكري هذا رفيقي رفيق العمر هيك بتخلى عني بروح؟ اكيد لاني شافني خسرت شافني ما ضل معي فهو لحاله اجى استفيد من هالي.
الله يلعن الله يلعن هيك الايام. وانا كنت فكري طيور تاري معي مشان المصاري. بعد ما خسرت بيتخلى عني؟ ايه الله كريم. حتى أكل ما ضل، ما ضل شغل، أكل ما في، أجار البيت منين بدي أدفع؟ منين بدي أدفع؟ ما معي ولا ليرة يا الله، إجا راس الشهر، شهرين علي دفع، يا رب، يا الله افتح بوجهي، والله صار لي أسبوع عم ندور على شغل والله، ما عم نلاقي. أكيد صاحب البيت بده الأجار، أكيد. أنا بدي أفتح. وصلت معك يا محمد. حق أكل ما ضل. دياني دقوا بابي. عن جد يا جاري، عن جد فضلك هذا ما بنساك اياه. ولا يهمك يا سيدي. بس بدي اسالك سؤال محيرني. طبعا. انت شو عرفك انه انا كنت بحاجه ووضعي تعبان؟ ليش حتى ساعدتني؟ فجاني هيك والله، الهام من رب العالمين. وهذا اللي عم بعطيك اياه كله من مال رب العالمين. لا تخاف. ونعم بالله. عن جد هالفضل ما راح انسى لك اياه. فضلك برأتي رح يضل ليوم الدين. لا يا زلمة فضلي على حالي. انت بتعرف شو عملت فيني؟ شو عملت؟ كنت خسران، كنت متبهدل، كنت اكل هوا. الحمد لله بعد ما انت عطيتني شغلي رجع صار احسن من قبل. الحمد لله. وربحت باكثر من صفقه. وتجارتي نجحت فيها. والله فتح بوتشي وصار معي مصاري الحمد لله. وما عاد بدي شيء من هالدنيا، عن جد عن جد وقفتك هي معي وقفة رجال. رفقاتي ما وقفوا معي، رفيقي اللي كان ينام معي ياكل يشرب معي تخلى عني ما وقف معي هالوقفة. انت عن جد مثلك ما مر عليك، لولاك والله ما بعرف شو بنصرت. ولا يهمك ولا يهمك. ضل عندي بس شغلة واحدة. شو هي؟ يعني انا بعتذر هالكلمة بس انه انت بتعرف انه انا شاب عزابي هون لحالي وعم اسس حالي والحمد لله حالتي المادية تحسنت. فبس انه اذا شفت يعني انه انت بما انك عندك عائلة وإلك قرايبين ومعارف هون، انا بس ناوي بصراحة اكمل نص ديني. يعني ما بعرف اذا فهمت عليك. فهمت عليك. لا تخاف يا محمد، هي كمان محلولة. اليوم المساء ان شاء الله بعزمك على فنجان قهوة، واذا صار نصيب ما تعمل ان شاء الله كله بسيط. عن جد؟ عن جد ماني مصدق.
ما في مشكلة معناتها. موعدنا إن شاء الله الساعة 9 المساء. ولا يهمك. ماشي جاري ماشي. يلا بالإذن. أنا بسلام كثير. شكرا شكرا. يلا يلا جيتكم يلا. السلام عليكم أخوي السلام. السلام عليكم. شو يا أخوي السلام؟ ان شاء الله جاهز لقيت في الكتاب؟ ان شاء الله يخاف مبروك عبيد عبيد شو رح تسمع بسلام؟ جاري ليش جايبه هذا معك؟ مو صاحبك هذا شباب نسيته يعني؟ لا لا بعرفه لا بيعرف فيه ايه يا محمد شو ما بتعرف مين بعرفك؟ انا جاي احضر عرسك تحضر عرسي؟ جاي بعرفنا كمان بعد ما شفتني صرت خليت عني وطلعت وسافرت ولا حتى سالت عني ولا حتى قلت لي انك مسافر بعد كل هالسنين جاي لعندي قلت لي عم تقبل راسك؟ ايه يا حبيبي شوي جاري ايه خليني احكي ولا حتى خليني طلع برا اختاري خليني احكي شو طلع برا خليني احكي خليني احكي لك خليه شو بدي احكي؟ انا كذاب شو ما يحكي يحكي لا يا محمد لا يا محمد انا ماني ناكل راسك ماني ناكل معروف طلع بعيوني شوف يا محمد أنا لما شفتك منهار وصرت وما ضل في عندك ولا ليرة ما تحملت بعد شلت حالي وشلت أغراضي وسافرت لبرا وصرت أشتغل وأبعتلك ودور دور دور عرفك ما لقيته ما لقيت غير أقرب جار لي هذا خليته وسيط بيني وبينك مشان ما تحس إنه أنا عم ببعتلك سويت وسيط هذا وهذا بعتلك واسأله المصاري كله انا لما رجعت انت بعثت لك مصاري بعثت لما رجعت وقفت على رجليك وصرت قلت اجي عندك ونفرح سوا لليوم يوم عرسك نفرح سوا وانا وانت اخوة وتعهدنا نضل اخوة ليوم لايامي جاري هذا الكذاب عم يحكي جد ولا عم يكذب كمان عم يحكي جد هو اللي اعطاني كل شيء هو اللي قال لي افتح لك هذا الباب كلامه كله مظبوط اسمعوا حتى عرسك من بابه لما حنضوا علي وانا جيت احضر عرس اخوي تستقبلني بعرسك ولا لا يعني انت اللي ساعدتني خليتني اوصل لهون انا طلعت لبرا كرمالك سافرت لبرا وتغربت كرمال اساعدك شفتك طيب وما في حدا يعني ما في ولا باب عرفته لقيته الا سكر بوتشك جد يا ابو عزام فكرتك غدرتني ورحت لا يا محمد انا مالي من نوع البغدر وربي ما كنت اتوقع انك توقف معي هالوقت توقعتك لا يا محمد انا مالي قليل اصل كل هالدرجه انا مالي قليل اصل لهالدرجه يا محمد يلا يا شباب امشي مشان لحق خلينا ننزل الان شباب